أكد برنامج الإسكان أن إطلاق صندوق التنمية العقارية برنامج تطوير سيمكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، ويهدف إلى دعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030 الهادفة إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030. وللحديث أكثر عن ذلك ينضم إلينا هاتفيا من الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي. أهلا بك دكتور غازي معنا في الإخبارية. سؤالي الأول لك، ما هي أبرز تحديات تملك المسكن اليوم لدينا في المملكة التي ستحل من خلال برنامج تطوير؟ هو الحقيقة كان في عدة عقبات كثيرة في مجال الإسكان، كان واحدة منها التمويل وأيضا البناء اللي هي توفر المقاولين. الحقيقة البرنامج هذا أنا أعتقد أنه نقلة نوعية، لأنه مشاريع الإسكان كانت مشاريع فردية، يعني الشخص يبني لنفسه، وبالتالي كثرة الأخطاء، والآن مع بروز الكود البناء السعودي حيكون هناك مشاكل هندسية كثيرة. فدعم المقاولين الصغار أو دعم المقاول في الاستفادة من هذا البرنامج حيشجع الناس أول شيء للتوجه للبناء الجاهز عبر مقاولين متميزين، وأيضا دعم المقاولين للاستمرار في هذا النشاط وخروج العمل الفردي اللي دائما يعتري كثير من الأخطاء. فمن جانب هندسي حل، ومن جانب تمويل حقيقة حيسرع عملية التملك. هل هناك نسب دكتور بما يتعلق بنسبة الأخطاء نسبة الأخطاء بما يتعلق بالبناء الذاتي أو البناء عن طريق المطورين العقاريين؟ أنا أعتقد أن نسبة الأخطاء في البناء الذاتي كثيرة جدا، لأنها لا تخضع لإشراف هندسي ودائما فيها ارتجالية كبيرة جدا، وقد تكون هناك بعض الأخطاء اللي لا تكشف إلا لاحقا. لكن لما تأتي إلى شركات تطوير عقاري سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أعتقد لديها الإشراف الهندسي الجيد الذي يساعد على الخروج بمباني ذات جودة ومطابقة للكود أفضل. ولكن هذه الشركات تحتاج حقيقة إلى دعم، وأعتقد أن برنامج الدعم والتمويل هذا سيلعب دور كبير جدا في ردم الفجوة هذه المتبقية في مواضيع الإسكان. نعم دكتور غازي، تعلم أنه دائما عند الحديث عن موضوع الإسكان يأتي موضوع العرض والطلب دائما في مثل هذا الموضوع. برأيك كيف سيسهم برنامج تطوير في زيادة معروض سوق العقار لدينا؟ أنا أعتقد أنه سيسهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه غالبية المطورين الكبار كانوا مرتبطين بوزارة الإسكان في مشاريع الإسكان، وبالتالي كثير من الناس يعني يفضل أنه يأخذ مشاريع في أماكن خاصة بعيدة عن المجمعات التي تشرف عليها وزارة الإسكان. دخول المقاولين أو المطورين الصغار ودعمهم بتمويل يساعد على توفير وحدات متوزعة في المدينة، أتوقع سيكون له نسبة كبيرة جدا من التملك، وخاصة لأولئك الذين لا يخضعون لدعم الإسكان ويحتاجون إلى بناء جاهز من شركات خلينا نقول لديها القدرة المالية من خلال هذا البرنامج لاستكمال نواقصهم، وبالتالي انطلاق وكثرة المعروض. الآن أتوقع أنه حيزيد المعروض بنسبة كبيرة جدا. وعطفا على حديثك بما يتعلق بالقدرة المالية، هل نتوقع بأن هذا البرنامج سيزيد ربما من فاتورة تملك المسكن لدى المواطن؟ ما أعتقد أن هناك علاقة، فاتورة التملك لها علاقة بالعرض والطلب. إذا زاد العرض حيقل الكوست، يعني فبالعكس هو بطريقة غير مباشرة. فإذا كان في طلب كبير على الإسكان حيصير سعر الوحدة السكنية أعلى، لكن إذا كان في وفرة في العرض حتضطر المطور إلى تخفيض أسعاره حتى يكسب الزبون أو المشتري. فأعتقد أنها لكنها في البداية، الآن إحنا في فترة تحول لعدة ولكن طبائع. يعني وأنا أتحدث معك عن هذا الموضوع طبعا كمواطن ولسان حال المواطن اليوم، هو يخشى من أي ربما تطوير أو برنامج يدخل في سوق العقار بأنه سيدفع فاتورة هذا ربما التسهيل له لتملك المسكن. هو ترى الإنسان اللي يبني بيته بنفسه يخسر ما يشاء، هذه المشكلة. يعني أنت لما كثير من الناس لو حسب كم صرف على المبنى هذا عشان ينتهي وقارنوا بشيء جاهز في السوق، سيجد أن الشيء الجاهز في السوق أرخص، ولكنه ما شعر هو بنى خلال 4 سنوات. الآن في برامج تمويلية تأخذ التمويل
وفي مقاول مؤهل لديه القدرة عبر برامج التمويل أشكرك. الصندوق أشكرك. تساعد عليه، وبالتالي أنا أتوقع أن نردم الفجوة هذه وتتحل المشكلة. شكرا لك دكتور غازي العباسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران.